بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طابعة زيروكس فيزر موديلها 3330، الطابعة ممتازة جدا وفيها ميزات ممتازة، حبرها ممتاز، وطابعة الزيروكس الصحيح معروفة بالحبر وخاصة البلاك، تطبع على الوجهين، فيها واي فاي، واي فاي دايركت، طبعا فيها شاشة، سرعتها ممتازة، كمان تطبع أكثر من 30 ورقة في الدقيقة. هذا الطابعة صحيح فيها إشكالية بسيطة أحيانا في سحب الورق، وإذا ملاحظ برضو الريبورت في نقاط متسخة شوي تاعها، فبدنا نتعلم إن شاء الله شلون ننظف الدرام وشلون نحل مشكلة سحب الورق، وخاصة الفيد رولرز والترانسفير رولر. طبعا برضو فيها رولر في الدرج العلوي، وهذه ميزة انه فيها درج علوي بتسع بحدود 50 ورقة، وممكن برضو تنظيف الرولر تاعته. نشوف كيف ننظف النقاط الموجودة على الدرم. نفتح الطابعة ونقوم إخراج الحبر. الحبر هون جاي قطعة منفصلة لوحده، والدرام برضو قطعة لوحده. نحاول بقطعة القماش مبللة قليلا بالماء، كم من نقطة مي عليها، نحاول ننظف الدرام، وإذا في أي نقطة متسقة أو ملتصقة في الدرام نحاول نشيلها. طبعا ممكن نفر الدرام بشرط أنه ما نتركه طبعا في الضوء لفترة طويلة، لأنه حساس للضوء. بنلاحظ أنه شوي متسخ الدرم. طبعا كمان لازم قطعة القماش تكون اللي نمسح فيها تكون ناعمة. أوكي، وننظف الدرم. بلاحظ أنه الحبر الزائد بروح داخل هذه القطعة الصحيح في هذا الدرم. أوكي، فممكن هذه نفتحها، قطعة لها برغيين على اليمين وعلى الشمال. اوكي، نفتح هذه القطعة ونطلع الحبر الزائد الموجود فيها. بعد ما نشيل البرغيين ممكن نشيل هذه القطعة اول شيء، كليبات، نفتح الاطراف شوي على اساس تنشال. خلينا افتح هون الدرم. طبعا هذه نحتاج هالعملية إذا كان الدرام طابع كميات كبيرة. أوكي، وصار يوسخ الدرام بسبب الحبر التالف الموجود داخله. بعد ما فتحنا الدرام ممكن الآن ننظف الويست يونت، هذه نفرخها من الحبر، نلاحظ فيها حبر زائد متراكم داخلها. ممكن نستخدم البلور انفاخ الهواء بكون أفضل. بعد ما نفرخها بكيس محكم، لأن الحبر الصحيح هذا الباودر دائما خطير على الرئتين. ممكن ننظف باستخدام انفاخ الهواء في منطقة مفتوحة بعد ما فرغنا الحبر منها في كيس. بالنسبة للترانسفير رولر ممكن ننظفها فرشاي بعد ما نخرجها، إلها كليب إذا بنلاحظ الخضرة هذه عبارة عن ملقط. أول شيء بنشيل الكليب هذه، بعدين نرفع الترانسفير رولر، نسحبها ونتبع الاتجاه لأنه الاتجاه مش نفس الشيء، الرود من هني قصير من هني طويل. أوكي، بننظفها فرشاي ونرجعها مكانها، ركبها بعدين نضغط نركب الملقط عليها، نتأكد انها ركبت صح. نفس الشيء الآن ننظف الرولر السفلية باستخدام قطعة قماش او باستخدام
مادة لتنظيف الرولات مثل هذه المادة إذا كانت متوفرة عندنا. نفس الشيء بننظف الربر الموجودة في الدرج هذه، ولها كت كاملة. نلاحظ لونها شوي ناشفة، طبعا حتى ممكن نبدلها، لها كليبات ثنتين هذه الرولة، في الغالب مش بحاجة لتبديل، فقط تنظيف. خلينا نرجع الدرم أو الحذر للطابعة، نطبع عليها تقرير. لو بدي اطبع عليه الريبورت نضغط على هذه الحبة، بعدين بننزل للأسفل نروح على الانفورميشن نضغط اوكي، بعدين بنروح للسبلاي انفورميشن، بعدين بنضغط اوكي سبلاي يوزج بيج اوكي برنت اوكي. لاحظوا الطابعة تطبع على الوجهين الديفولت، ريبورت الآن إذا بنلاحظ الترانسفير رولر والفيد رولرز، الورقة نظيفة برضو، الطباعة بنلاحظ نظيفة جدا، هذه التونر وهذه الدرم الريبورت. ان شاء الله في مرة قادمة راح نتعلم شلون نربط الطابعة مع الهاتف باستخدام الواي فاي دايركت، وشلون نربطها مع اللابتوب باستخدام الواي فاي. نلقاكم ان شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.